رح نحكي عن تكمالة اللي هو شابتر 3 ال prescription and dispensing. وصلنا لعند اللي هي a model of medical prescription، يعني لما نيجي نشرح عن أي وصفة طبية إيش النموذج تاع الوصفة الطبية. بحكي لنا هون most medical prescriptions have unified basic shape، بحط خط يعني شكل أساسي موحد، and are composed of four major parts، بحط دائرة على كلمة four parts يعني مكونة من أربع أجزاء رئيسية. أي وصفة تتكون من أربع أجزاء رئيسية. بلش بأول جزء اللي هو، أو نحكي إيش هم الأربع أجزاء. واحد superscription يعني الجزء العلوي من الوصفة، بعدين بيجي عنا رقم اثنين اللي هي the inscription، ورقم ثلاثة the subscription اللي بتيجي تحتها. طبعا احنا بنمشي بالترتيب بالوصفة من الأعلى إلى الأسفل، ورقم أربعة اللي هي signature. أوكي، إذا مرة ثانية نعيد إنه أي وصفة عادية مكونة من أربع أقسام. القسم الأول superscription الجزء العلوي، بعدين اللي بعده بيجي اسمه الانسكريبشن، واللي وراه بيكون اسمه السبسكريبشن، والاخير اسمه السيجنيتشر. بكل واحد منهم رح نحكي ايش اهم يعني بنود، او ايش الاشياء اللي لازم تكون مذكورة فيها. نطلع مع بعض على تعريف السوبرسكريبشن. بقولنا كلمة RX او هذا السيمبل او هذا الرمز بيكون موجود بكل الوصفات، فبالتالي الـ RX هي عبارة عن superscription أو الجزء العلوي من الوصفة. بكمل خط هون إنه as it means take this order، يعني معناها إنه أعطي أو اصرف هاي الأدوية للمريض. تمام، هاد أهم إشي عنا. The origin of this symbol represents the planet Jupiter as during the ancient times there was a brute belief of gods upon the practice of medicine and the people didn't believe in the necessities and activities of the drug. بحكي لنا يعني اعتقادات قديمة عن الطب، وأبصر شو ما بهمنا، المهم عنا إنه الجزء العلوي من الوصفة الطبية اسمها superscription، وهي بتمثل الـ RX. هاي نموذج لوصفة طبية. احنا بنعرف الوصفة الطبية دائما بيكون مكتوب فيها من يعني من بأعلى الوصفة الطبية اسم الدكتور، التاريخ مثلا، الموقع تاع العيادة، اسم المريض، عمره، بعدين ببلش عندنا الرمز هاد RX. اذا احنا من عند ال RX هون بدنا نحط خط. هذا الجزء العلوي كله بسميه ايش؟ السوبرسكريبشن. تمام، اوكي. بعدين بحكي لنا، نكمل الشرح. RX means the Latin language recipe. باللغة اللاتينية ال RX هاي الرمز اللي اسمه RX يعني recipe أو its meaning take، زي ما قلت لكم اصرف أو أعطي الأدوية التالية للمريض. And there are some prescription، أحيانا في بعض الوصفات مثلا الوصفات الفرنسية ببدلوا حرف ال RX أو رمز ال RX بال P، وبرضه إلها نفس المعنى إنه اصرف أو أعطي. اوكي، اذا احنا هسه بدنا نكتب جنب رقم واحد فوق اللي هو عند السوبرسكريبشن، بس بدي اكتب حرفين RX وما فوقها. هون هيك بكتب RX وما فوقها، هاي معنى السوبرسكريبشن. طيب نيجي للمقطع الثاني اللي هو الانسكريبشن. والانسكريبشن هون قبل ما ابلش اقرا الكلام اللي مكتوب هون، بدي تكتبوا لي هون البنادول هو اسم الدواء، صح؟ إذا بكتب رقم واحد بالعربي هيك هون بالفراغات اسم الدواء، وتحته هون عند الكوانتيتي رقم اثنين كمية الدواء. إذا الجزء الثاني من الوصفة اسمه الانسكريبشن. طيب الجزء هذا إيش بلاقي فيه؟ بلاقي فيه اسم الدواء زي ما حكيت لكم وكمية الدواء. نقرأ and it is
body of the prescription، هون بحط خطين، فعليا هو هيكل أو جسد الوصفة، هو الإشي الأساسي المهم بالوصفة. and consists of written names of different medicines، بحط هون خط written names رقم واحد، أسماء الدواء أو اسم الدواء. and their amounts quantity، بحط خط وبحط رقم اثنين، يعني إيش كمية الدواء. It may be kind or more of the ideal types and that it should not be more than three kinds of the drug. غالبا دواء ممكن اثنين ممكن ثلاثة، هون بحط دائرة، وعلى الأغلب ما لازم يكون أكثر من ثلاث أدوية بنفس الوصفة. أوكي، نرجع نطبق على الموديل prescription اللي حكينا عنها. هون حكينا لعند الRx هون هذا كله اللي فوق superscription. الانسكريبشن هلا مين هم؟ اسم الدواء هيو اللي هو البنادول، وكميته، كم كميته؟ العشرين حبة هدول، بس العشرين هاي والبنادول هم الانسكريبشن. ايش ضل عندي بالوصفة؟ عندي التاب اللي هو الشكل الصيدلاني تاع الدواء، و2 تي اي دي اللي هي تعليمات الاستخدام. هسا رح نكمل هدول ايش بعتبرهم من اقسام الوصفة. هيو كتب لك بنادول هو اسم الدواء، one kind of the drug، والكوانتيتي اللي هي كمية الدواء. نيجي للسبسكريبشن. اوكي، we mean بحط خط، هو عبارة عن الانستركشنز او الدايركشنز from the doctor to the pharmacist، هي عبارة عن تعليمات الاستخدامات او التوجيهات اللي كتبها الطبيب لمين؟ للصيدلاني. يعني هو كاتب 20 وجنبها ايش؟ تاب. تاب معناها انت يا الصيدلاني بدك تفهم اختصارها، ومعنى كلمة تاب هي التابلتس الأقراص، وانت الصيدلاني بدك تصرف التابلتس لهذا المريض. اذا هي هون بالسبسكريبشن التعليمات بتكون من مين لمين؟ من الدكتور للصيدلاني. حط خط هون. To explain the procedure of dispensing، هاي التعليمات عشان كانت توضح اجراءات صرف الدواء لمين؟ لا الصيدلاني. It may contain one of the following information or all، ممكن تكون واحدة من هاي المعلومات أو جميع هاي المعلومات، بحطها تحت بند إيش؟ السبسكريبشن، القسم الثالث من الوصفة. بدنا نرقم مع بعض. واحد strength of the drug، هي strength of the drug، وبكتب فوقها عيار الدواء، رقم واحد عيار الدواء. اثنين pharmaceutical dosage form، بكتب خط ومعناها الشكل الصيدلاني. ثلاثة how many times the prescription should be repeated، ثلاثة بكتب جنبها بالعربي تكرار الوصفة. length of the time to be used، المدة الزمنية لاستخدام الدواء، هاي صارت رقم كم؟ أربعة. and other instructions، ممكن يكون كمان تعليمات تانية، بس احنا هون حددنا مين؟ اربع معلومات، هدول لما بشوفهم بحطهم تحت بند مين؟ السبسكريبشن. in the above model، بالوصفة السابقة اللي شفناها، كلمة tab هي tablets، تعني tablets اقراص، وهذا عبارة عن order من الطبيب للصيدلاني عشان يفهم ايش هي، قلنا اجراءات صرف الدواء، ايش يصرف للمريض. بضل عنا الجزء الرابع اللي هو السيجنتشر. ومعنى كلمة سيجنتشر يا جماعة، أحيانا في ناس بيخربطوا، بقولوا لك هذا معناه التوقيع أو الختم تاع الدكتور، ها، أو هو فعليا، حطوا لي هون خط، الانفورميشن given to the patient. هلأ هاي هي التعليمات اللي بتنعطى لمين؟ حطوا دائرة لكلمة patient، الإشي اللي أنت بدك تحكيه هسه للمريض. يعني إذا بدنا نيجي نحكي ترتيب الوصفة، أول إشي بتيجي من الطبيب للصيدلاني، بعدين التعليمات حتتوضح من الصيدلاني للمريض عشان ايش؟ how to use the drug، يعرف كيف يستخدم هذا الدواء. بالنموذج تاع الوصفة السابقة مكتوب 2TID، وهاد عبارة عن رمز او اختصار، لازم من الجداول اللي باخر التشابتر تكون انت عارف معناه، حافظ معناه. meaning two tablets، ها two معناها قرصين، TID معناها 3 times daily. فانت بدك تحكي للمريض انه لما بدك تاخذ هذا الدواء بدك تاخذ حبتين ثلاث مرات باليوم، يعني حبتين كل 8 ساعات. هيك انت بدك توضح هاي المعلومه للمريض، اذا صارت المعلومه منك للمريض. فهذا الجزء بعتبره ايش؟ سيجنتشر. طبعا هون اخر اشي
بده يحكي لنا انه بعض المعلومات التانية ممكن تكون موجودة بأي وصفة، اوكي، عشان تكون انت بتأكد من دقة صرفك للأدوية او دقة استخدام الأدوية للمريض. There are other information، في بعض المعلومات الأخرى. The prescription may contain these very important. These are very important. هدول معلومات مهمة. In order to be sure for the accuracy، حط تحت كلمة accuracy معناها دقة صرفك للبرسكريبشن الوصفة. إيش هن المعلومات اللي تكون مذكورة غالباً؟ name and address of the doctor and his specialty، اسم الطبيب وعنوانه وتخصصه. name and address of the patient and his age، اسم المريض عنوانه وعمره. date of the prescription written، تاريخ تحرير الوصفة. stamp of the doctor and his signature، اللي هو الختم تاع الدكتور والتوقيع. طبعاً هدول الثلاثة اللي بالأولانيات هدول وين بيكونوا؟ بالسوبرسكريبشن، بالجزء العلوي من الوصفة، بينما الختم والتوقيع بيكون غالباً وين؟ بالجزء الأخير من الوصفة. طيب نيجي هون بحكي لنا عن الـ language of the prescription. إحنا بنعرف اللي هي اللغة تاعت كتابة الوصفات. ممكن الوصفة تنكتب باللغة الإنجليزية، ممكن تنكتب باللغة العربية، إحنا هيك متعودين. The prescription should be written in very detailed form. أول شيء بحط خط تحت كلمة detailed form، يعني بشكل أو نموذج موضح مفصل. And non-language to the pharmacist، وبلغة واضحة ومعروفة لمين؟ للصيدلاني. As بحط دائرة English بالإنجليزي أو بالعربي Arabic. But most of the times it's written by symbols، بحط خطين. ولكن دائما رح ألاقي فيه بالوصفة Simples. إيش معنى Simples؟ رموز. الرموز هاي إيش منشأها وأصلها؟ اللاتين language، اللغة اللاتينية. أوكي؟ طيب هلأ لو بدي أسألك، هاي الرموز مين اللي بيعرفها؟ مين اللي بيعرف يفسرها؟ الدكتور ولا الصيدلاني ولا المريض؟ أكيد رح تقول لي إنه هم هدول معروفين بين الطبيب والصيدلاني، أما المريض ما بيعرفها. لهيك are known among the pharmacists and doctors in most parts of the world، في أغلب مناطق العالم هم معروفين، هدول الرموز بالنسبة للدكاترة والصيادلة. And this unifies، وبالتالي رح تتوحد اللغة اللي بنتعامل فيها بالوصفات internationally، يعني دوليا. And makes it easy for uniting in short simple manner، كمان استخدام الرموز بتخلينا نكتب الوصفات بطريقة سهلة وموحدة وقصيرة وسمبل، يعني بسيطة. تمام، هون جاي بحكي لي انه the English language، اللغة الإنجليزية بحط دائرة، معتمدة بوصفات مين؟ USP United States Pharmacopoeia، يعني دستور الأدوية الأمريكي، والبريتش فارماكوبيا اللي هي دستور الأدوية البريطاني. بينما while the European Pharmacopoeia، دستور الأدوية الأوروبي، still dependent on the Latin language، معتمد على مين؟ على اللغة اللاتينية. إذا الإنجليزي لل USP وال BP، واللاتيني لل EP. And also many countries are using these symbols still now أو until now، لسه في بعض الدول بتستخدم اللغة اللاتينية، منها جوردن، الأردن هون برضو بتستخدم اللغة. Also there are so many physicians or physicians who use the numbers to express the uses of the drug. Such numbers are shown in the following example. بعض الأطباء بيستخدموا الأرقام عشان إيش؟ يوضحوا استخدام الدواء، مش simple، مش رموز، لا أرقام. نطلع على هاي الوصفة. مثال قلنا الـ RX هي عبارة عن مين؟ superscription. اسم الدواء أسبرين، كميته 30. هدول الاثنين تحت بند ايش؟ البادي تاع البريسكريبشن او الانسكريبشن. تاب يعني اللي هم تابلتس، اوكي، وهاي معلومه من الطبيب للصيدلاني، فهي بحطها تحت بند السبسكريبشن. وهون 2x3 بي سي، ايش معناها هاي؟ يلا خلينا نفسرها مع بعض. 2 غالبا اول رقم بيكون لعدد الحبات، يعني هو هون بقول له خد حبتين مضروب في عدد المرات، 3 يعني 3 مرات في اليوم. بضل عندنا اللي هو البي سي. البي سي
هاد من الجدول زي ما حكينا اللي موجودين آخر الشابتر، معناها after meals or after food، يعني بالعربي بدك تاخدها بعد الأكل. طب هاي المعلومة هي عبارة عن معلومة رح تنعطى من مين لمين؟ من الصيدلاني للمريض، فهي بالتالي إيش؟ عبارة عن إيش؟ عن signature، هاي اللي هو الجزء الرابع من الوصفة. نيجي نقرأ التفسير مرة تانية زي ما فسرناه. واحد، the subscription is Rx. فوق، sorry, the superscription is Rx. The inscription اسم الدواء وكميته. The subscription is tablet وهو الشكل الصيدلاني. Signature اللي هي تعليمات استخدام الدواء للمريض. هون فسر لنا 2x3 PC meaning 2 tablets 3 times daily after meals or food. حط لي هون طبعا بعض الأمثلة. Try to mention every part of this prescription. عندكم أمثلة لبعض الأدوية المفروض تحلوها عشان تطبقوا كيف فعليا بنعرف تقسيم الـ parts of prescriptions. حاولوا طبقوا عليهم عشان تتأكدوا إنه فهمتوا المادة صحيحة. بس بدي أورجيكم هون اللي هم الجداول اللي لازم تكونوا عارفينهم و حافظين الـ abbreviation or the symbol، يعني حافظين إيش هو الرمز. هاي هم هون symbols of the medical prescriptions or abbreviations، يا بحكي عنهم abbreviation يا بحكي عن simple، اتنيناتهم معناها رمز. هاي Rx اللي حكيناها معناها receive، بهمك اللي هو الانجليش وورد لأنه إحنا نتعامل بالانجليش. take معناها take أو معناها تفضل، يعني خد هاي الأدوية واصرفها لمين؟ للمريض. ناخد مثلا أمثلة تانية عليها. TID هسا حكيناها عبارة عن 3 times daily، 3 مرات باليوم. AC هون معناها إيش؟ before food قبل الأكل. طبعا مش كل الاختصارات اللي موجودة مهمة، ولكن بدنا نميز بين الاختصارات اللي بتعطيني الشكل الصيدلاني تاع الدواء. مثلا لو جينا هون صصب معناها هو بده اياك تصرف معلق اسمه suspension، شكل صيدلاني اسمه suspension. اما مثلا لو نيجي نحكي مثلا هون emulsion، تمام، or emulse، هو بده اياك تصرف اشي اسمه emulsion او مستحلب، وبرضه هذا شكل صيدلاني تاني. كمان نحكي مثال تاني عن الأشكال الدوائية. كاب معناها بدو إياك تعطي كبسول، أوكي، حتى بالعربي إحنا بنسميها كبسول. وبعض الأحيان بيكون الرمز عبارة عن طريقة إعطاء الدواء، يعني مثلا لو جينا قلنا IV، معروف إنه IV intravenous في الوريد، الدواء اللي بينعطى بالوريد. subcutaneous SC معناته الدواء اللي بينعطى تحت الجلد، أوكي؟ هدول عبارة عن اختصارات تدل مش على الشكل الصيدلاني، على طريقة الإعطاء بالإنجليزي الـ route of administration. أما الـ PC مثلاً after food بعد الطعام، هاي الرموز بتدلك إنه متى ياخد المريض هذا الدواء، قبل الأكل بعد الأكل. هون مثلاً حرف الـ Q، أوكي؟ الـ Q هون بحكي لك لما تشوف QD معناته بده ياخده 4 مرات باليوم، 4 times daily، معناته كل كم ساعة؟ انت بدك تقسم ال 24 ساعة قسمة 4، كل 6 ساعات لازم ياخد جرعة. هاي الرموز. كمان هون مثلا ال PRN ممكن تلاقي الطبيب كاتب لك جنبها، ايش معناته؟ انه occasionally او احيانا هذا المريض ممكن يستخدم هذا الدواء زي كأنه عندي الحاجة فقط. فهاي الرموز كتير مهم نعرفها وكتير مهم نحفظها، لأنه هاي رح تجيك على شكل تعليمات من الطبيب مكتوبة على الوصفة، أنت لازم تفسرها وتعطي معناها الصحيح كتعليمات استخدام لمين؟ للمريض. شوفوا هون مثلاً IM معناته إبرة في العضل، صح؟ intramuscular في العضل. شو كمان مثلاً نحكي إشي مهم؟ AM معناها إيش؟ before noon أو قبل الظهر، يعني بدك تاخده الصبح. هاي PC مثلا برضو اشي مهم انه after food اجتنا بالوصفة قبل شوي. ampoule AMP
معناتها الأنبولة اللي هي الزجاجة الصغيرة اللي بيكون فيها الدواء، اللي بنكسرها هيك ونسحب منها كمية الدواء اللي بدنا إياها. فواضحة يا جماعة؟ بتمنى تكونوا فهمتوا، ورح نكمل البارت الثالث باقي أنواع الوصفات.